تتميز مملكة البحرين بإحياء صلاة التراويح في كل عام، وتعتني إدارة الشؤون الإسلامية وإدارة الأوقاف بالتعاون مع مختلف المساجد بالمحافظات كافة لاستقطاب المقرئين الذين ذاع صيتهم خارج المملكة، وفي نفس الوقت تبرز شبابها ذوي الأصوات الحسنة، وذلك من أجل إضفاء جو إيماني وروحاني للمصلين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هي طمأنينة للقلب وسكون للجوارح، تزينها تلك الحناجر الندية لتبدأ معها رحلة الخشوع. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن ترتيل القرآن الكريم بصوت بهي لا سيما في صلاة التراويح يضفي علامة إيمانية أخرى للمصلين، لذلك تهتم المملكة باستقطاب مختلف القراء المتقنين والمجودين من داخل وخارج البحرين. برنامج ينقسم إلى قسمين، اللي هو قسم الختمة ويعتني بالقراء الكبار حفاظ القرآن الكريم، ثم عندنا بعد القسم الآخر اللي هو طلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم اللي حافظين أجزاء من القرآن الكريم، ننتقيهم مراكز تحفيظ القرآن الكريم ثم نبثهم في اللي هو بالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية في بعض المساجد للاستماع إلى القرآن من الأصوات الطيبة الندية من طلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم. ولم يكن الشاب يوسف مختلفا عن أقرانه، فلم ينفك عن المحافظة على صلاة التراويح والالتزام بها في كل يوم. صلاة أمانة عظم، صلاة عشر واية، تراويح أروع، قراءة أروع في عمان. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. تميز القراء في شتى محافظات البلاد أصبح دليلا يهتدي به كلا الجنسين صغارا وكبارا. أنا أحب صلاة التراويح لأن صوت الإمام حلو، ولأن أصلي الله يعطيني أجر، ولأن أخشع حصل أجر، والله أحبني هالنوم. أحب أصلي التراويح دائما لأن في خشوع ولما تنسون وايد حلوة. المسجد حلو، صوت الإمام يدش القلب، وكل شيء في المسجد حلو، والحريم وكل شيء. أحب صلاة التراويح وايد لأن هي فيه وايد صلوات، وهذين الصلوات يعطونا أجر وايد. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ما يخرج من القلب يلامس شغاف القلب، يعيش المصلي أجواء روحانية عبر ما يسمعه من آيات تساهم في ترقيق وجدانه وإنعاش التفكر في عقله. هو شهر عظيم وذو طابع إيماني كريم، اختصه الله بالقرآن إذ فيه للناس كافة بينات من الهدى والفرقان. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.